منيح ما انتبه له جيري. جايك يا توينكل. وين توينكل ولا؟ عن شو عم تحكي؟ أنا ما بعرف شيء أبدا. إيه ما في مشكلة، هلأ اتنيناتنا منتذكر. توينكل بتكون مرتي أنا، وحضرتك أخذتها أنت واللي معك بهديك الخزانة من بيتي، ومفكر رح تنفض بجلدك. أنا عم قلك الحقيقة، ما بعرف شيء. أنا بس انطلب مني إنه أخذ هاي الخزانة من هداك البيت. وقت اللي وصلنا على المكان كانت الخزانة مقفولة، نحن بس نقلناها مو أكتر. هيك لكان. احكي بسرعة لوين أخذتوا الخزانة. لوين أخذتوا الخزانة؟ قول هلأ أحسن ما تدفع الثمن لحالك. هي ببيت مزرعة النهر. كيف؟ بيت المزرعة اللي قدام النهر؟ هذا بيت المزرعة اللي اشترى عمي من فترة قصيرة. معناتها الخالي أنيتا هي اللي عاملة هاي الخطة من شان تتهم عمي. أنا ما رح خلي هذا الشي يصير لك يا توينكل أبدا. ما رح خلي أي شي يمس شعرة من راسك. أنا مستعد إني أعمل كل شي لحتى أنقذ وأحمي مرتي وحافظ عليها من الهوى الطاير. أنا جاي يا توينكل، جاي. لك ليش ما عم يرد شيري على التليفون؟ توينكل سامحيني، هاي فرصتي هلا، انت اجيتي معي لحالك ولاول مرة بتصير. مشان هيك أنا لازم أستغل هالفرصة وخليكي تشمي شوية مخدر. وآسف لأنه إذا كنتي فايقة ساعتها رح تشوفيني شو عم بعمل، وإذا شفتيني فأنا رح أوقع بمشكلة كبيرة وما أعرف حلها، وأنتي كمان رح تواجهي مشكلة مثلي.